صوت الإخوان اللي بحقيقة أنه اللي كنا كنديروا التعقيم ما بقيناش كنفرزوا لم تأذر من فرزوا لأن هذو ولادنا هذو ولادنا بغينا ولا كرهنا ولادنا لم تقرأوا في ذلك المدارس. نتمنى أنه نتفهموا الوضعية وما فيها باس إلى عوننا ذوك الوليدات ديالنا اللي تيقراو نديروا لهم التعقيم. التعقيم راه ما تيطلبش شي حاجة كبيرة بزاف وكتعرفوا بانه هذيك التعقيم كاع ديك 16 يطول اللي يهز داك السيد وكيضرب في القسم راه تقدر دير 4 ايام وشحال داير فيها داير فيها نص سطر لانه فيها 1000 كل 5 يطرو فيها 1000 دونك حنا الا جينا نضربوا عمليه حسابيه غادي نكونوا عاوننا هاد الناس ديال النيابه ديال التعليم ما فيها باس هما تاهما شويه وحنا شويه ولكن هذوك راه وليداتنا اللي تيقراو ماشي ولاد الغير. راه ديك النهار كنا نعقموا الدرك الملكي نعقموا الاداره كاع جميع الادارات اللي كاين عندنا في التراب ديال الجامعه ما فيها باس نعقموا دوك الاقسام اللي عندنا ونهار اللي نعيا ونقولوا دي عينا. شكرا سيد الرئيس. شكرا.